أهلا بكم. ذكرت جريدة الشروق اليوم أنه قد تم العثور على الشابة أمال بن عبد العزيز صبيحة اليوم الأحد بولاية مست غانم، وهي في صحة جيدة بعد اختفائها لأزيد من أسبوعين. وقد كانت عائلة بن عبد العزيز القاطنة بمدينة مروانة ولاية باتنا تعيش وضعا مقلقا بعد الاختفاء الغامض لابنتهم إيناس المدعوة أمال التي لم يظهر لها أثر منذ صباح يوم 17 نوفمبر. ويذكر أن الشابة تبلغ من العمر 18 سنة، وكانت صبيحة الاختفاء تقوم بتنظيف المنزل العائلي الواقع بحي السوق القديم. وقد صرح والدها أنه تركها تنظف في العاشرة صباحا، غير أنه فوجئ بعد عودته بالعثور على الفورتوار التي كانت تستعمله ملقى خارج البيت، كما عثر على فردة حذائها ملقاة قرب السلالم. وأضاف الوالد قائلا: استغربت مغادرتها حافية، وقد توجست من الأمر بعدما تأكد عدم ذهابها لبيت جدتها كما كنت أعتقد وكما اعتادت فعله، لذلك تقدمت بشكوى لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني بعد ساعة من الواقعة، قبل أن تباشر السلطات الأمنية عملية الإعلان الرسمي لفقدانها والمحددة ب 48 ساعة بعد الإخبار. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.